نحن الصديقون. رسول الله كان يتعامل مع سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام هكذا، يقبله ويبكي لمواضع، يقبل مواضع السيوف على جسده الطاهر قبل أن تأتي تلك السيوف، تتحمل تسمع كم سيف وطعنة وضرب تلقاها هذا الجسد الطاهر لصبط رسول الله. اقرأ في كتب المقاتل كم ضربة تحملها سيد الشهداء عليه السلام. جاء إليه شمر بن ذي الجوشن وسنان بن أنس والحسين عليه السلام بآخر رمق يلوك بلسانه من العطش، فرفسه شمر برجله وقال: يا ابن أبي تراب، ألست تزعم أن أباك على حوض النبي يسقي من أحبه؟ مو أنت تقول أنه أبوك علي هو اللي يسقي الناس؟ فاصبر حتى تأخذ الماء من يده. ثم قال لسنان بن أنس: احتز رأسه من قفاه، فقال: والله لا أفعل ذلك، فيكون جده محمد خصمي. فغضب شمر منه وجلس على صدر الحسين وقبض على لحيته وهم بقتله. فقال له الحسين: أتقتلني؟ أولا تعلم من أنا؟ قال: أعرفك حق المعرفة، أمك فاطمة الزهراء وأبوك علي المرتضى وجدك محمد المصطفى وخصمك الله العلي الأعلى. الله أكبر. وأقتلك ولا أبالي. وضربه بسيفه. هاي المواضع، هاي شوف المواضع. هذا بس شمر اللعين، كم موضع ضرب سيد الشهداء، كم طعنة. وضربه بسيفه 12 ضربة. أي الضربات اللي كان رسول الله مواضعها يقبلها. ثم حز رأسه أنه وجد في قميصه 110 ما بين رمية وطعنة وضربة. وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين: وجد فيه 33 طعنة و34 ضربة. كل هذه الضربات تحملها جسد سيد الشهداء.
هذه المواضع التي كان رسول الله يقبلها ويبكي